المواطنون احتجزوا في سجن الشاحنات. في بيت رئيس الوزراء، في بيت رئيس الجمهورية، في بيت رئيس مجلس النواب، روحوا لهونيك يوقفوا ويقطعوا الطريق هناك. تكسير سيارات ورفع سلاح. اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي والمشنوق يلوح بالقوة. بموجب القانون وبالقوة منع تسكير الطلعات، هذا الأمر لن يتكرر. بري مستاء جدا. لقاء بين لافروف والجبير في موسكو. الأدلة واضحة فيما يتعلق بالتطهير العرقي الذي تقوم به الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، لا مكان لهذه الميليشيات في سوريا أو في أي مكان في العالم العربي. اليوم على مشارف نهاية الولاية ومنعا لاستباحة إرادة اللبنانيين اضطررت تأجيلا إقال الجلسة مدة شهر واحد. أهلا بكم. حرب انتخابية بالشاحنات المباشرة خاضتها السلطة السياسية اليوم ودهست فيها الناس وجعلتهم رهائن تحت عجلات متوقفة. إنه يوم الحصار الكبير الذي حول المواطنين إلى أسرى داخل سياراتهم وعلى طرقات لبنان المطوقة بشاحنات سياسية التحرك نقابية الانطلاق. والحصار لم يكن سليما حتى نبتت زعران الشوارع وحماة الشاحنات وتم الاعتداء على سيارات المواطنين وتكسيرها تحت أعين القوى الأمنية في مشهد شكل إذلالا للمواطن والدولة التي تهزمها الشاحنة. وفيما أعلنت نقابة مالكي الشاحنات تصعيد أضرابها غدا، دعا وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى اجتماع للأمن المركزي سيعقد في هذه الأثناء، وهو قال للجديد إن الطرقات فتحت وإنه يتعهد بعدم إقفالها غدا وسيتخذ كل الإجراءات لمنع تكرار الإقفال، قائلا لن نخضع لأي ابتزاز. وأتمنى المشنوق على رئيس الجمهورية عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث القضايا التي تهم الناس بعيدا عن النزاع السياسي المتعلق بقانون الانتخاب. ننتقل إلى الزميل حسان الرفاعي ليطلعنا على آخر المستجدات بشأن الطرقات. حسان، هل فتحت الطرقات أم أن بعضها ما زال مقفلا ولو بشكل جزئي؟ نعم كاترين، بالفعل نحن لازلنا في منطقة الأوزاعي حيث أقفل الطريق في حدود الساعة 6 صباحا للمتجهين من خارج بيروت إلى داخل المدينة من قبل أصحاب الشاحنات اعتراضا على ما اعتبروه أو ما أسموه توقيف عملهم قبل أن يفتح مسلك واحد تسهيلا للمواطنين. دعيني أذكر أن زحمة السير الخانقة التي امتدت من الأوزاعي إلى حدود منطقة خلدي وأدت إلى احتجاز المواطنين لساعات عدة داخل سياراتهم وتطورت في عدة أماكن إلى اعتداءات من قبل أصحاب الشاحنات على المواطنين، حيث عمد أحد السائقين كما سنرى بعد قليل إلى تحطيم زجاج أحد السيارات. الأمور اتجهت نحو الحل في حدود الساعة 1 ظهرا بعد تدخل القوى الأمنية والطلب من السائقين فتح مسلك إضافي ليصبح السير مفتوح على مسلكين، وهو الأمر الذي حصل وترجم انفراج فوري لزحمة السير. إلا أن الجدير ذكره كاترين أن الشاحنات لا تزال مركونة إلى جانبي الطريق بعد أن أكد نقيب سائقي الشاحنات البقاء في الشارع، وهو الأمر الذي قد يؤشر إلى تطور الأمور بعد ظهر اليوم عند خروج الموظفين والمواطنين الذين يعملون داخل بيروت عند توجههم إلى خارج بيروت. إلى ذلك الحين كاترين الأمور سالكة، طرقات فتحت بشكل شبه كامل. نعم. والسير طبيعي جدا. شكرا للزميل حسان من الأوزاعي مباشرة كان معنا. Come on.
فوت يا عند هلا احكي لك كلمة. ايه ايه صوت. شفتني شفتني صورتني. لا سكرونا الكسرات والمرامي القرار وزاري ونحن هلأني قاعدين بقى يعني وضعنا المادي بيصير صفر شهر ما في شغل يعني قاعدين اليوم انتوا ضيقتوا المسلك والعالم على الان صار له ساعات على الطريق ليش ما بتروحوا بتوصلوا صوتكم للي سكر المرامل والكسارات ما وصل الصوت وصل الصوت وما سمع اجى قوى علينا سكرنا السكات هلأني كمان ليش في ناس بتشتغل وناس ما بتشتغل طيب لامتى لامتى مستمرين احنا مستمرين ان الله راد حتى يفتحوا لنا ليفتحوا لنا شغلنا قديش صار لك على الطريق؟ ما تسألني قديش صار لي على الطريق، في بيت رئيس الوزراء، في بيت رئيس الجمهورية، في بيت رئيس مجلس النواب، روحوا لهونيك يوقفوا ويقطعوا الطريق هونيك، حرام نحن عالم عنا وظائف، عنا شغل، عنا مواعيد، والله أخرونا، هذا هون ما حيفيدكم، روحوا على بيت رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، هون الثلاثة هن اللي بيحلوا لكم المشكلة. طريق ما بتحل لكم المشكلة بدي أقول لهم يعني هيدا مش منطق العالم كلها تتبادل على الطرقات كرمال المطالب ما عارفين حالكم لوين رايحين ولوين جايين المفروض انه تروحوا تحت على مجلس النواب او على مجلس الوزراء توقفوا وتعترضون هنو مش نحنا بخبزنا يعني قال من كلمة عيب الشوم على اصحاب الكاميونات وعلى المسؤولين كلهم لان هدول ما مدعومين ما بيسترجع من هيك بالشعب شو ذنب هالشعب هذا كله حقهم عنا ولا عند المسؤولين فيهم يروحوا على السراي فيهم يروحوا على بيت نبيه بري فيهم يروحوا على قريتهم يسكروا هنيك الطرقات مش هون عند الناس عيب لازم تاكل لازم تعيش هذا تصرف لا يرضي الله ولا الأخلاق ولا القانون ولا الشرف اللبناني وقد وردت إلى الجديد اتصالات من المواطنين تشكو الظلم الذي وقع عليهم نتيجة إقفال الطرقات وأبرزها من مواطن عرف عن نفسه باسم الحاج هادي يتفضلوا ينزلوا على زهران حاملين سلاح على خلدي وعم بكسروا السيارات عم بحكي معه عامله نازل على المستشفى انا بينزل بيسحب فرضه بحط لي اياه براسه انا انسان مسلح لو انا انسان انا مش عاقل ونزلت سحب فرضي ونزلت اوصفه شو كان صار ثلاث كنت بثلاث جريمه ولا لا يا كاترين مين في دوله هون مين مسؤول مين هني اصحاب الكاميونات مين اللي وقفهم يا كاترين مين وقفهم مين اللي اصحاب الكسرات وين اصحاب الكسرات مين جاب لهم الكاميونات مين اللي اعطاهم النمر ليش ما توقفوا الكسرات عملوا لهم انزلوا على الشارع مين اللي عم بيحرك لهم طبعا كل واحد مسلح بطل يظهر من بيته بلا مسدس وعم بروطه ليش لانه ما في دولة لانه ما في قانون لانه ما في شيء بتظهر على بيتك ترجع على بيتك او ما بترجع لا انت ما نضل ساكتين لا انت ما نضل فلتانين بهيك زهران هذي زهران هذي مش بلد عرفونا حياتنا عرفونا الاعلام عرفونا الكتابة عرفونا العهد عرفونا كل شيء لا انت مين هو المسؤول عن هذا اللي عم بصير
تعهد وزير الداخلية نهاد المشنوق في اتصال مع الجديد بفتح كل الطرقات ابتداء من صباح الغد، وسيمنع بالقوة أي أقفال للطرقات، وقال سنتخذ إجراءات في مجلس الأمن المركزي لعدم أقفال الطرقات الدولية لأي سبب من الأسباب، وما حصل اليوم لن يتكرر ولن نخضع لأي ابتزاز تحت أي ظرف من الظروف. وطالب الرئيس ميشيل عون بعقد جلسات لمجلس الوزراء لبحث هذا الموضوع ومطالب الناس. على كل هلا فتحنا الطرقات وأنا يعني بتعهد أنه راح تفتح كل الطرقات ابتداء من صباح الغد، وحناخد كل الإجراءات بمجلس الأمن المركزي لمنع تسكير الطريق أي طريق دولية لأي سبب من الأسباب بموجب القانون وبالقوة، منع تسكير الطرقات. هذا الأمر لن يتكرر وما راح نخضع لأي ابتزاز. هذا الموضوع مرامل والكسارات أنا أخذت قرار إقفاله لمدة شهر لا يعرض الأمل على مجلس الوزراء، لأنه هذا العرف اللي مشي فتح الباب أمام تخريب له أول ما له آخر وما له حدود. بدي أتمنى على فخامة رئيس الجمهورية أنه يعقد مجلس الوزراء لبحث هاي القضية وغيرها، القضايا اللي تتعلقنا بالناس بعيدا عن النزاع السياسي حول قانون الانتخاب. أكيد كل الأطراف السياسية مشاركة بالمرامل وبالكسارات، وكل الأطراف السياسية هي اللي كانت تلح وتطالب وتراجع وتضغط من شان فتح هاي الكسارة أو هذيك المرامل. يترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا طارئا لمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية. تفاصيله مع زميلة ليال بوموسى. ليال، هل بدأ الاجتماع وما المتوقع أن يصدر عنه؟ نعم كاترين، كما ذكرت يعني دقائق قليلة ومفترض أن يبدأ الاجتماع، اجتماع مجلس الأمن المركزي، الاجتماع الطارئ الذي كان قد دعا إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق في وزارة الداخلية عند الساعة 2:30 ظهرا. يعني هذا الاجتماع يأتي رفضا لقطع الطرقات، واجتماع يأتي لحزم الموضوع كما قال وكما أشار وزير الداخلية في مداخلة له، وهذا الاجتماع سيأتي لمنع إقفال الطرقات ابتداء من صباح الغد، ولو اضطروا الى استعمال لو اضطرت القوى الامنيه الى استعمال القوه لمنع قطع الطرقات ابتداء من صباح الغد. اقفال اصحاب الشاحنات للطرقات او عفوا قطع اصحاب الشاحنات للطرقات في كافه المناطق اللبنانيه جاء رفضا لقرار وزير الداخليه باقفال المرامل واعمال الحفر ايضا في كافه المناطق ووقف اعمال المرامل في كافة المناطق اللبنانية. ولكن هذا القرار بحسب مصادر مقربة من وزير الداخلية، هذا القرار لم يتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق منفردا، انما هو قرار جاء بالتنسيق مع رئيس فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبالتالي ليس فقط من يتحمل مسؤولية هذا القرار هو وزير الداخلية نهاد المشنوق. وبالتالي ايضا المصادر المقربة من وزير الداخلية نهاد المشنوق اعلمت الجديد بأنه طلب أو تمنى على رئيس الجمهورية بأن يجتمع مجلس الوزراء ولو كان يعني لهذه المسألة، بحيث أنها مسألة يعني تخص المواطنين وتخص أصحاب الشاحنات، للبت في هذا الأمر متخطين يعني المشكلة في قانون الانتخابات. كاترين، يعني نحن سننتظر ماذا سيصدر عن هذا الاجتماع ومقررات هذا الاجتماع، ونوافيكم في كل جديد في حال وروده. طبعا شكرا ليال. أعلن رئيس نقابة مالكي الشاحنات شفيق القصيص التوقف عن العمل ابتداء من 7 من صباح الغد، مقترحا السماح بالعمل للكسارات والشاحنات المرخصة. طالما الدولة هي وقفتنا قصرا عن شغلنا، شغل شاحناتنا وخراب بيوتنا، رح نتوقف عن العمل ابتداء من صباح بكرة الساعة 7، ويكون مفتوح التوقف لأنه قرارات اللي صدرت مش حفي بحقنا وما فينا نتقبلها ولا فينا نتحملها. مش قادرين نتابع بهالمدة اللي هي شهر. نحن اقتراحاتنا أنه الكسارة المرخصة تشتغل، المرمي المرخصة تشتغل، الستوك المرخص يشتغل،
الناتج اللي فيه قرار يومين بالجمعة يتابع شغله. ليش بدنا نوقف هالأمور هيدي كلها؟ هل إنه انتقام منا أو فيها غيات شخصية أو فيها حسابات أخرى؟ نحن لا، نحن مش مكسر عصا. كل ما هب ببالهم الشاحنات وتوقيف الشاحنات لا، ومنتمنى على وزير الداخلية ومنتمنى له كل الخير إنه هالأشياء هيدي ياخدها بعين الاعتبار وننسق معه. نحن حاضرين ونحن بخاطره حتى ننسق نحن وياه هالأمور ونحلها بطريقة سلمية. الرئيس نبيه بري أبدى استياءه الشديد من قطع الطرقات وأوعز إلى قيادات الحركة إصدار بيانات تستنكر هذه الأعمال وتعتبرها موجهة ضد الناس. واعتبر بري أمام نواب لقاء الأربعاء أن قطع الطرقات عمل غير مقبول فضلا عن موقفه الرافض للمرامل والكسلات. التفاصيل مباشرة من عين التين مع ليال سعد. ليال، ماذا عن تفاصيل هذا الموقف من قطع الطرقات وهل من مواقف أخرى لها علاقة بقانون الانتخابات؟ نعم كاترين، إذا كما ذكرت الموقف اللافت والذي استهل به لقاء الأربعاء هو المتعلق بقطع الطرقات، فرفض الرئيس بري هذا الأمر واعتبره كارثة. وأتى أيضا بيان للحركة عن فيما خص هذا الملف لأن الأصابع كانت قد وجهت إلى حركة أمل والرئيس بري أنهم قد يكونون وراء هذا التحرك، فاستنكره الرئيس بري ووصفه بالكارثة. أما فيما خص ملف قانون الانتخاب كاترين، فجدد الرئيس بري التأكيد أنه ضد التمديد، ولكن قد يضطر إلى اعتماد التمديد في حال لتجنيب البلاد الانهيار والمؤسسات الدستورية والعهد السقوط، فقد يكون التمديد الحل، ربما الحل الأنسب في أفضل من الفراغ. ورفض تسمية جلسة 15 أيار بجلسة التمديد بل هي جلسة تفادي الفراغ كما وصفها الرئيس بري. وأيضا قال أننا لازلنا نسعى لإقرار قانون جديد للانتخاب، ونقل النواب عن الرئيس بري طرحه للعودة إلى الطائف والقيام بقانون انتخاب، على أي تتحدث عن مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي، ثم تحدث عن إنشاء مجلس شيوخ، وقال نطرح إنشاء مجلس شيوخ على أساس الأرثوذكسي بمعزل عن أحجام الطوائف أي يتمثل الجميع. وأيضا هنا أتى كلام للنائب علي بزي فقال أن هناك رئيس مجلس نيابي من طائفة معينة يطرح هذا الأمر، وهو عمليا يتنازل عن بعض صلاحياته وما يخصه، وهذا الطرح لا أعتقد أنه يتكرر في عهد أي رئيس آخر. طروحات عدة فيما خص قانون الانتخاب لا تزال تتداول، والرئيس بري ناقش صيغ عدة ولكنه رفض رفضا قاطعا التأهيلي. وعندما سألنا النائب علي بزي أن الرئيس بري كان أول من بادر وطرح الطرح التأهيلي، قال أنه عندما طرحه الرئيس بري كان مختلفا جدا، واليوم التعديلات لا تمت بصلة إلى ما طرحه في الأساس الرئيس بري، وأنهم يرفضون هذا الطرح رفضا كاملا. وهناك طرح يصود هو النسبية الكاملة على تقسيم 6 دوائر الخمس محافظات التاريخية مع تقسيم محافظة جبل لبنان، وبذلك تصبح علي وشوف لوحدها، وبذلك يكون لمراعاة هواجس النائب وليد جنبلاط. أما النائب علي فياض فقال إذا خبص الزمان فالتزام الصمت أولى، ومن هنا رفض التكلم أو التحدث عما حدث، وبمعنى أن ليس هناك أي تفاؤل فيما يخص قانون الانتخاب، وليس هناك بعض صيغة معينة يمكن التكلم عن بادرة أمل في هذا القانون، إلا أن جلسة 15 أيار ستعقد، ولكن يرفض أوساط عين التين تسميتها بجلسة التمديد. شكرا لك ليال. كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: إذلال الناس على الطرقات غير مقبول، والمطلوب اجتماع فوري للحكومة وإقالة المسؤولين عما يجري بمن فيهم الوزراء، وإلا فإن صدقية الجميع تكون قد فقدت. وتابع في تغريدة ثانية: ما الذي فعلته الداخلية لوقف إذلال الناس على الطرقات؟ وهل هي عاجزة أم راضية بما يحصل؟ مضيفا: هل هناك من يتساهل مع قطع الشاحنات للطرقات لإعادة إطلاق فوضى المرامل والكسارات؟
بعد الإعلان دعوة للمشاركة في مسيرة عيد العمال. أهلا بكم من جديد. الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب يدعو إلى المشاركة الكثيفة في تظاهرة عيد العمال في الأول من أيار. بأعلى الصوت أن المهمة الأساسية في مواجهة تحالف منظومة السلطة والمال أصبحت تتمثل في كسر الحلقة الوظيفية التي تبيح لهذا التحالف الاستيلاء على مداخل أكثرية اللبنانيين وآمالهم من خلال استخدامه للمالية العامة وسياسة إدارة الدين العام كأداة لمراكمة الأرباح والثروات الخاصة على حساب العمال والفئات المتوسطة والفقيرة. إن الحزب الشيوعي اللبناني يدعوكم بمناسبة عيد العمال العالمي للمشاركة الكثيفة في التظاهرة العمالية والشعبية التي ستنطلق الساعة 11 من يوم الاثنين الواقع في الأول من أيار من أمام مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين. الاتحاد النقابي المستقل ومن أمام ساحة شهيد جورج حاوي في ساحة وطن المصيد به ووصولا إلى ساحة رياض الصلح. بعد الصرخة التي علت من أصحاب المحال التجارية في بعلبك الهرمل بما يتعلق بالمنافسة الأجنبية، قام محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ورئيس جهاز أمن الدولة العقيد حسين سلمان بجولة على المطاعم ومحال الوان دولار في السوق التجاري. وقد وجه المحافظ عددا من الإنذارات حيث اعتبر أن رئيس الجمهورية كلف أمن الدولة بموضوع مكافحة الفساد، وهذا جزء من الفساد الذي نكافحه كأجهزة إدارية وأمنية. نحن اليوم مع جهاز أمن الدولة عم نعمل حملة على من بعد توافر كل المعلومات المطلوبة لحتى نشوف المحلات الأجنبية اللي منها مستوفية للشروط يلي منها حاصلة على تراخيص وهي معظمها مش حاصلة على تراخيص لحتى ناخذ فيها الإجراءات القانونية المطلوبة. واليوم كمان فخامة رئيس الجمهورية كلف أمن الدولة بموضوع مكافحة الفساد، وهيدا جزء من الفساد يلي عم نكافحه ونحن كلياتنا كأجهزة إدارية كأجهزة أمنية. بشكر أمن الدولة على اللي عم بيقوموا فيه، ونحن واجباتنا تجاه المواطن نحميه، نحمي لقمة عيشه، نحمي اقتصاده. أهلا وسهلا بالنازحين ولكن تحت سقف القانون. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفدا من مجموعة الدعم الأمريكية الخاصة بلبنان The American Task Force for Lebanon برئاسة السفير السابق إدوار جابرييل. وأشار جعجع في خلال اللقاء إلى أنه لا حل في سوريا في ظل بشار الأسد كونه يشكل جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإرهابية، وحفز أعضاء الوفد على لعب دورهم في تظهير الصورة الحقيقية للأزمة في الشرق الأوسط والتي لا يجوز اختصارها بجانب واحد وهو الإرهاب على خطورته وضرورة مكافحته، لأن التركيز على جانب واحد لا يساهم في تقديم الحلول المرجوة للأزمة المتفاقمة في المنطقة. وأكد رئيس القوات أن الحل يبدأ من خلال التخلص من داعش والأسد والضغط لإيجاد تسوية سياسية تفرض إيقاعها على كل المنطقة ترسيخا للاستقرار في هذا الجزء من العالم الذي لم يعرف الاستقرار منذ عقود. بعد الإعلان فرنسا تتهم الأسد بتنفيذ هجوم خان شيخون. أهلا بكم من جديد. محادثات بين وزيري الخارجية الروسي والسعودي بشأن أزمتي سوريا واليمن، وتأكيد على التنسيق بين البلدين على هامش أعمال المؤتمر الدولي السادس للأمن المنعقد في موسكو. لا نعتقد أن لبشار الأسد أي دور في هذا المستقبل، نعتقد أنه هو مسؤول كبير
في قتل أكثر من نصف مليون من المواطنين السوريين وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، ولا نعتقد أن له مستقبل في سوريا. وهذا ما نلتمسه من الأشقاء في سوريا. الأدلة واضحة فيما يتعلق بالتطهير العرقي الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. نحن الحرس الثوري مصنف، وفيلق القدس مصنف كمنظمة إرهابية، كمان حزب الله مصنف كمنظمة إرهابية. نحن نعتقد أنه لا مكان لهذه الميليشيات في سوريا أو في أي مكان في العالم العربي. أما بالنسبة للوجود الإيراني ووجود حزب الله في سوريا، فكما تعرفون فإن روسيا لا تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، وإيران وحزب القوات الإيرانية وحزب الله وأيضا سلاح الجو الروسي موجودون على التراب السوري بدعوة من الحكومة الشرعية للبلاد. وبطبيعة الحال نحن نعرف الموقف السعودي، ومن الواضح أن هناك تباين ملحوظ في المواقف بيننا، ولكن مع ذلك روسيا والسعودية تقفان مواقف أنه من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة لابد من إشراك جميع الأطراف السورية، ولابد أيضا من إشراك جميع القوى الخارجية التي لها تأثير على الأطراف السورية، بطبيعة الحال باستثناء المنظمة المعترف بها كإرهابية من قبل مجلس الأمن، وهي قبل كل شيء تنظيم الدولة وجبهة النصرة. خلص تقرير للمخابرات الفرنسية إلى أن قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد نفذت هجوما بغاز السارين في شمال سوريا بناء على أوامر الأسد أو حاشيته المقربة، بحسب ما أفادت وكالة رويترز. وعرض وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيرو تقريرا يتهم دمشق بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي في خان شيخون. وأثر اجتماع لمجلس الدفاع عرض في خلاله التقرير الذي تضمن نتائج تحاليل أجهزة الاستخبارات الفرنسية، قال إيرو لا شك في استخدام غاز السارين ولا شكوك إطلاقا حول مسؤولية النظام السوري بالنظر إلى طريقة تصنيع السارين المستخدم. وأكد إيرو أن العينات التي تم تحليلها أخذتها المخابرات الفرنسية بعد هجوم خان شيخون في سوريا، ويمكن القول أن حكومة الأسد مسؤولة عن الهجوم استنادا لمقارنة مع عينات من هجوم سابق في العام 2013، وتابع هذه الطريقة هي بصمة النظام وهو ما يمكننا من تحديد المسؤول عن الهجوم، نعرف لأننا احتفظنا بعينات من هجمات سابقة واستطعنا استخدامها للمقارنة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسفراء في مجلس الأمن الدولي أن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد لا يشكل عقبة أمام إنهاء النزاع، بحسب ما نقل ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة الثلاثاء. وقال ترامب في خلال مأدوبة غداء الاثنين في البيت الأبيض مع 15 سفيرا في مجلس الأمن إنه يعود للشعب السوري تقرير مصير الرئيس السوري. وأوضح ممثل روسيا لوكالة فرانس بريس أنه بالنسبة إلى دونالد ترامب فإن بقاء الأسد أو رحيله ليس مهما، المهم هو العملية السياسية ووقف إراقة الدماء والأعمال القتالية، وعندئذ الشعب سيقرر. وقال السفير البريطاني من جهته إن فهمه لسياسة ترامب في سوريا يتمثل في إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن، وأن ذلك يشمل مناقشات سياسية تؤدي إلى عملية انتقال لا يبقى الأسد من بعدها في السلطة. كان في هذه النشرة: المواطنون احتجزوا في سجن الشاحنات. في بيت رئيس الوزراء، في بيت رئيس الجمهورية، في بيت رئيس مجلس النواب، روحوا لهونيك يوقفوا ويقطعوا الطريق هونيك. تكسير سيارات ورفع سلاح. اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي والمشنوق يلوح بالقوة. بموجب القانون وبالقوة منع تسكير الطلعات، هذا الأمر لن يتكرر. بري مستاء جدا. لقاء بين لافروف والجبير في موسكو. الأدلة واضحة فيما يتعلق بالتطهير العرقي الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. لا مكان لهذه الميليشيات في سوريا أو في أي مكان في العالم العربي.
ختم هذه النشرة. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد الموز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.